هو الملقب بالأمير الوسيم والأمير الخجول، ولكن اللقب الأقرب لي هو الأمير المجهول. هو اللي كان وريث العرش الثاني بعد الحسن الثاني في فترة من الفترات، الأمير اللي تفاصيل درامية من حياته خفات مدة طويلة على المغاربة، وبقات حياته الشخصية محط تساؤل ونميمة في صالونات الرباط بين الكبار. شنو سر عداوة أفقير ليه؟ وشنو حقيقة خلافه مع الملك الحسن الثاني؟ وشنو طبيعة صداقته مع مناضلي الحزب الوطني للقوات الشعبية، أشرس حزب معارض في المغرب آنذاك؟ وسر توسطه عند الملك لتبرئة صديقه الكولونيل الفنيري المعدوم في قضية انقلاب صخيرات هو الأمير مولاي عبد الله. فشكون هو الأمير مولاي عبد الله؟ وشنو هي قصة الأمير مولاي عبد الله؟ الأمير مولاي عبد الله من مواليد سنة 1935 بمدينة الرباط، هو الأخ الشقيق الأصغر للملك الحسن الثاني. الأمير مولاي عبد الله ولو أنه كان هو الوريد الثاني للعرش، إلا أن التربية دياله كانت مختلفة على تربية الحسن الثاني. فمولاي عبد الله كان مدلل الملك محمد الخامس اللي كان كيناديه بلقب سيد العزيز. في الوقت اللي كان مولاي عبد الله يستمتع بحياته كمدلل الأسرة، الملك الحسن الثاني كيتسناه مستقبل آخر، وبحكم أنه وريث العرش فكان السلطان محمد الخامس أكثر خشونة معاه، لحقاش كان كيتسناه مستقبل وعبء كبير ديال الحفاظ على عرش الملك العلوي اللي توارث على مدى 4 ديال القرون. فكان الحسن الثاني مشغول في الاستعداد وتعلم ممارسة الحكم، ومن هنا بدا التباين بين حياة الأخوين والأميرين الحسن الثاني ومولاي عبد الله. إذا قلنا على أن السلطان محمد الخامس في الوقت اللي كان كيغمض عينيه في اللعب على مولاي عبد الله بحكم أنه الأصغر، فكان صارم مع الملك المستقبلي الحسن الثاني. أكيد الصرامة والتمييز ماشي بهذيك الصورة الفجة، بمعنى التفضيل ديال واحد على واحد، ولكن ربما ظروف كل واحد فيهم هي اللي كانت كتفرض طريقة تربية كل واحد فيهم. ولكن هادشي ما كيعنيش أن مولاي عبد الله غيكون أميرا مبعد، بالعكس، بل أنه غيشارك الحسن الثاني والأسرة الملكية كاع المصاعب اللي دازوا منها، ابتداء من المنفى مرورا بانقلاب الصخيرات والبوينغ. غيتصاب الأمير مولاي عبد الله بالسلوة في عمر 7 سنوات وغيضعف بزاف، الشي اللي غيخليه يجلس فترة طويلة نسبيا في العلاج. وفي 20 غشت 1953 غيعيش تجربة المنفى اللي تعرضت ليها الأسرة الملكية من طرف الاستعمار الفرنسي. بعد ما غادي يرجع من المنفى وغيعيش تجربة الاستقلال ديال المغرب، واحد النهار غيسافر لفرنسا باش يدوز واحد الامتحان ديال البكالوريا، وتما فين غيتلاقى مع لمياء الصلح الزوجة اللبنانية ديالو المستقبلية. غيشوفها اول مرة وتما فين غيتعرف عليها، وغتبدا قصة حب غيكسر فيها الامير الاعراف والتقاليد ديال الاسرة الملكية. غيبداو يتلاقاو في فرنسا بزاف، حتى النهار اللي غيصارح فيه الامير مولاي عبد الله السلطان محمد الخامس بالرغبة ديالو في الزواج بلمياء الصلح. لمياء الصلح هي ابنة اول رئيس وزراء لبناني بعد الاستقلال رياض الصلح. لمياء الصلح واحدة من اخواتها كانت زوجة ابن الملك السعودي عبد العزيز آل سعود، اما اختها لمياء فهي زوجة الامير طلال بن عبد العزيز وام رجل اعمال الشهير الوليد بن طلال. المهم هو ان الامير مولاي عبد الله غادي يطلب من الملك محمد الخامس باش يزوجو لمياء الصلح، وفعلا غادي يقبل الملك باش الامير مولاي عبد الله يتزوج بها. وفي واحد زياره رسميه للبنان غادي يخطب الملك محمد الخامس لمياء الصلح الولد الامير مولاي عبد الله. في مطلع سنه 1961 جات لمياء الصلح للمغرب بحيث غيعقدوا القران ديالهم، ولكن شهر من بعد غيتوفى الملك محمد الخامس فجاه، وهكا غيتقرر يتاجل العرس حتى لشهر نوفمبر من نفس العام. إذا غينتقل الأمير مولاي عبد الله من القصر وغادي يستقر بحي أكدال في واحد الفيلا بناها محمد الخامس قريبة بزاف من القصر. كان
الأمير مولاي عبد الله صاحب كل شيء، المثقفين، الفنانين، الجنرالات وحتى المعارضين. غادي نرجعوا لهذه النقطة وشنو قال عليه عبد الهادي بوطالب من اللقاء محمد أفقير كيتلاقى مع بعض الرجال المعارضة. كان دار الأمير مولاي عبد الله تقريبا نسخة مصغرة من القصر من ناحية التقاليد. كان الأمير مولاي عبد الله عنده حريم ومؤنسين، ومن المؤنسين ديال الأمير كان واحد الحلايقي سميتو بجلول. هاد بجلول كان المفضل عند الأمير مولاي عبد الله. تلاقاه المرة الأولى في جامع الفنا. كان واحد النهار مولاي عبد الله مخفي كيتسرى في مراكش حتى وصل للحلقة ديال بجلول، غادي يسامع القصة المشوقة اللي كان كيحكي. غيسالي من الحلقة غيمشيو في هذيك العشية غتوقف طوموبيل ديال البوليس على الحكواتي بجلول، ثم غادي نديوه عند الأمير. وأكيد هذا كان انتقال كبير كيتمناه أي حكواتي. غيوصل للدار ديال الأمير لابس جلابة وعمامة بيضاء وفي دوباليزة صغيرة، وحتى لهاد الساعة مازال ما عرفش اش غيدير اصلا عند الامير. شوي بشوية غيتأقلم مع الجو ديال الاسرة وغيولي المحبوب ديال كاع عمال المكان بما فيهم الخدم، حيت كان كيخلق جو زوين وسط الدار. وصل لدرجة انه ولا لما كيشوفوه كيوقفوا باش يسلموا عليه ويحيوه. هاد بجلول كان كيهضر وكيتحرك على طبيعته بلا ما يتملق ولا يتزلف، وما كيديرش حساب لداكشي اللي كيقول. كيحكي الامير مولاي هشام هو ابن الامير مولاي عبد الله، لانه واحد نهار مولاي عبد الله ما جاش الناس وما خلاش بجلول ينعس. نض معصب شعل الضو وضرب الامير بركله وبغضب قال ليه: اسمع هاد الراجل، راك نغصتي علينا عيشنا، الا ما كنتيش قادر تنعس هذاك شغلك، وحنا شنو درنا نشاركوا معاك المعاناه ديالك؟ شنو غيوقع في نظرك؟ اكيد كلشي تفاجأ من هضره الفعل كيف ما تفاجأتي انت ملي سمعتي هاد القصه. غيسكت كلشي وغيتعجبوا لهاد رد الفعل ولهاد الجرأة الكبيره، وبعد هاد اللحظه الحرجه غينفجروا كاملين من الضحك. واخا هادشي كان بجلول عزيز على الامير مولاي عبد الله، وربما هاد رد الفعل كان حيت عارف شخصيه الامير مزيان، ولا اكيد ما كانش غيجازف بحياته لو عرف ان الامير قاسي وما كيتحملش الضحك. واحد النهار غيتفكر مولاي عبد الله على ان بجلول الوحيد اللي معمرو ما طلب منه شي حاجه، وبقى كيف ما جا النهار الاول ما كيملك غير جلابة ديالو والباليزه الصغيره، والا خرج دابا غيخرج بالحاجه الوحيده اللي كيملك هي هاد الجوج. المهم مولاي عبد الله غيقول بجلول: انت ما عمرك ما طلبتي مني شي حاجه، وهادشي علاش بجلول انا كنسولك اليوم شنو تطلب؟ طلب اللي بغيتي انا نعطيك. بداو الحاضرين كينصحوا بجلول، كاين اللي كيقول يطلب مزرعه، كاين اللي كيقول يطلب طوموبيل، ولكن بجلول غيصدمهم بجواب ما كان كيتسنى حتى شي واحد: سيدي انا في البوسر، الى لقيتي ليا الحل ديال هاد المشكل نقول لك من الشاكرين. اكيد جواب بحال هذا وسرعة البديهة الفكاهية كانت عند هاد السيد خطيرة بزاف، خصوصا انه مدرسة من مدارس الحلقة ديال جامع الفنا. مولاي عبد الله والملك الحسن الثاني حاولوا بزاف يصوروا علاقتهم هذيك الساعة على انها كانت علاقة ملك بامير، وكل شيء كيعرف علاقات الملوك عبر التاريخ والامراء والصراعات بيناتهم، الا انه مولاي عبد الله والحسن الثاني ما كانوش واصل لها الدرجة. مولاي عبد الله داز مع الملك الحسن الثاني في قاع المحن، ابتداء من المنفى ديالهم ولا في انقلاب الصخرات والبوينغ. كانت ولاده جديده لا للملك ولا لمولاي عبد الله. في انقلاب الصخرات مولاي عبد الله غادي يتصاب ربعه ديال القرطاسات، وعام من بعد غادي يتضرب في السماء بالطياره اللي جاي فيها من اسبانيا، لحقاش نفس المصير كان كيجمع ما بين الامير مولاي عبد الله وما بين الحسن الثاني. وبالتالي الا كانت شي قدره وشي معجزه فكانت كتغطي مولاي عبد الله كما غطات الملك الحسن الثاني. كان نسبيا مولاي عبد الله بعيد على السياسه وبعيد على المشهد، شي اللي خلاه يحس بنوع من الاكتئاب، وهكا كان ديما كتلقى معاه حشد من الناس كيف حالي بهذه الطريقه كيحاول يهرب من الملل والكآبة والروتين ديال الحياه. كان الامير مولاي عبد الله حشومي وما كيبغيش يبقى بوحده، والغريب هو انه كان من الاصدقاء ديالو ناس من المعارضه، واللي كانت معارضه مرعبه كان من بين الاصدقاء ديالو عبد الرحيم بوعبيد ومحمد اليازغي. كان أفقير ديما كيتدخل في هاد القضية وكيطلع عليه الدم من هاد العلاقة. كان أفقير طالع عليه الدم بزاف من هاد العلاقة ما بين الأمير وما بين اليساريين، وكان ديما أفقير كيحضر مولاي عبد الله من اليساريين وكيخبروا على أنه مستهدف منهم مهدد بالقتل، ولكن مولاي عبد الله ما كانش كيتسوق لهضرة أفقير. وغيبقاو قادة الحزب الوطني للقوات الشعبية كيتردوا على دار مولاي عبد الله حتى الحدود انقلاب الصخيرات، فين غيتصاب مولاي عبد الله بربعة ديال القرطاسات، ثلاثة في يدو وحدة في الركبة ديالو، نزف منهم بزاف حتى كان قريب من الموت. ولكن العجيب هو الشهادة ديال الناس اللي شافوا الأمير مولاي عبد الله في هذيك اللحظة. غيشهدوا شهود عيان على أن مولاي عبد الله كان هادئ هدوء
الخفيف ديال برد الاعصاب اللي كان فيها مولاي عبد الله. هي لما غيتصاب وغيبدا ينزف غيعتقلوه الجنود ديال عبابو وغيجلسوه في كرسي. هنا غيطلب من واحد العسكري باش يجيب ليه كاس ديال الماء، ولكن العسكري اللي كيحرسو ما غيبغيش. هنا غيقول لي مولاي عبد الله، كيفاش هادشي انقلاب بلا ما؟ اشنو التخطيط البائس ديالكم؟ تحرك بالزربه جيب ليه كاس ديال الماء. وفعلا غادي يمشي هاد الجندي وغادي يجيب ليه كاس ديال الماء. هادشي علاش شي وحدين بالغوا هذيك الساعه وشكوا في مولاي عبد الله، وخصوصا لما كان من المشاركين في الانقلاب المرافق ديالو صاحبو الكولونيل الفنيري. هي اكيد مولاي عبد الله ما كانش مع المتورطين وما شارك لا من بعيد ولا من قريب، وكان هو اصلا ضحيه للانقلابيين، ولكن كان مثلا اوفقير كيحاول يبين الوفاء ديالو للملك على انه كيحرسو حتى من خوه، وفي الاخير غيستقوى اكبر الخوانه. ملي غيتلقى القبض على الفنيري غيتفاجئ مولاي عبد الله، وغيمشي باش يزور الفنيري وبغى يسمع منه علاش شارك في الانقلاب وشنو الدوافع ديال الخيانه ديالو، واش بصح اصلا شارك في الانقلاب. هاد الفنيري كان مرشح لتولي وزاره الداخليه لو نجح الانقلاب. غيجاوب الفنيري مولاي عبد الله وهو مرتبك ويقول ليه على انه القراص وسط المؤامره بلا ما يعرف بالضبط الحقيقه ديال المخطط ديالهم. ومن نعرف على انه انقلاب تراجع على الانخراط ديالو مع الانقلابيين لدرجه انه منع اخت الملك الحسن الثاني للنزة من الموت المحتم، غادي يدخل بخيط البيض للفنيري عند الملك بما انه تيق كلام الفنيري. وعلى كل حال ما عنديش تفاصيل باش نقول واش عنده الحق ولا ما عندوش، واش شارك ولا ما شاركش. فعلى كل حال تدخل ديال مولاي عبد الله ما غيتخاش به، وغيتم اعدام الكولونيل الفنيري في الاخير. غيتم انقاذ الامير مولاي عبد الله على يد واحد طبيب فرنسي كان حاضر في القصر. غيتصاب مع الامير واحد شخصيه وطنيه معروفه، هو محمد بن الحسن الوزاني. بالنسبه للامير كان محظوظ لحقاش كان مهدد على ان يده تبتر، ولكن هذا محمد الوزاني يده فعلا غادي تبتر في السبيطار. ومن غادي يزور مولاي عبد الله هذه الشخصيه وغيواسيه على الفاجعه اللي لمات به، كان الوزاني كيقول مولاي عبد الله على انه صافي انتهت حياتي كل مره كيقولها. واخا كيحاول الامير يبرد عليه وكيقول ليه على انك محظوظ اللي عشتي، راه بزاف اللي ماتوا في هذه الاحداث. والغريب هو ان مولاي عبد الله ما انتبهش الى ان محمد الوزاني كان كيقصد انتهى، حيت اليد اليمنى اللي كيكتب بها تقطعت ليه، وبالتالي فقد الخدمه ديالو ومستقبله. منين غتنبهوا لمياء الصلح الزوجه ديالو لهذه المساله غيتفاجئ وغينزل عليه كلامها بحال الصاعقه، وعاد غيفهم شنو كان كيقصد بان حياته انتهت. من طيبة قلب مولاي عبد الله انه كان كيرسل الحوايج والكتب والاكل لعائلة افقير اللي كانت كلها معتقلة هذيك الساعة. افقير اللي كان واحد من الاعداء ديالو في السر وفي العلانية، بعد ما حاول يقتلو مع الملك في الطيارة ديالو كيبان لا في انقلاب البوينغ ولا في انقلاب صخيرات. كيفاش تعامل مولاي عبد الله مع اللي ساءوا ليه على انه فعلا امير عاطفي قلب كبير؟ واعترفت فاطمة افقير في كتابة حدائق الملك بهاد الشيم في اخلاق الامير مولاي عبد الله. من غرائب الصدف ان ولد مبارك الطويل اللي كان معتقل في تزمان مارت كان كيقرا مع ولد الامير مولاي عبد الله. مارت مبارك الطويل كانت مسؤوله على المكتبه ديال المدرسه الامريكيه في الرباط، واللي كيقرا فيها كل من ولد مبارك الطويل والامير مولاي عبد الله. واحد النهار غتطلب من الامير هشام باش يقول مولاي عبد الله على انها بغات تلاقى معاه. وفعلا لما تلاقات معاه غادي تسولو على مبارك الطويل واش عارف اين حبس مشدود. غادي يخبرها مولاي عبد الله على انه ما عنده حتى فكر على المصير ديال راجلها ولا حتى على البلاصه اللي مسجون فيها. ومن هنا بدات قصه نانسي الطويل، وهذا موضوع اخر. اغلبكم عارف قصه مبارك الطويل وكيفاش مرته الامريكيه قدرت تفجر قضيه تزمان مارت وتنقضه وهو وسط الحبس من الجحيم للنور. سنه 1979 غتشخص حاله الامير مولاي عبد الله على انه مصاب بتليف الكبد، وغتغير حياه الامير في السنوات ديالو الاخيره. غيبعد على السهر والحفلات، غيبدا يفيق بكري، كيلعب الجولف وكيحافظ على الصلوات ديالو. ولكن بعد ما تشافى من هذا المرض غيكتشفوا الاطباء ان مولاي عبد الله مصاب بسرطان الرئه سنه 1983. وفي لحظاته الاخيره كيقول ابن مولاي عبد الله الامير هشام كان سيدي محمد، وكيقصد محمد السادس شديد الاب ديالي، كان جدتي ساكته والحسن الثاني مذهول، هو عارف على انه غيفقد الشقيق والرفيق وامين الاسرار ديالو. غيلفظ مولاي عبد الله اخر انفاسه في 20 ديسمبر 1983، غيتشيع الجثمان ديالو بجوار الملك محمد الخامس. الجنازه ديالو اللي حضر فيها اكثر من مليون مغربي
لتوديع الأمير الوسيم والأمير المجهول مولاي عبد الله عن عمر يناهز 48 سنة. كانت هذه هي قصة حياة الأمير مولاي عبد الله من البداية للنهاية.